على أنغام النشيد الجمهورية وتواصلا للاحتفالات الشعبية بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر، تجمع أبناء الجالية اليمنية في هولندا إلى هذه القاعة، ومعهم العديد من أبناء الجاليات العربية. أبوا إلا أن يشاركوا أخوانهم في الداخل والخارج إحياء الأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، واستذكار ما تحقق للوطن عقبهما. في هذا اليوم المجيد نحتفل بذكرى ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، الثورتين اللتين مثلتا بداية جديدة لليمن، حيث خلصت شعبنا الأبيض من بلاتين الظلم والطغيان والأئمة البائدة التي كانت ترسخ الجهل والعبودية. كلمات التهاني كانت حاضرة للسفير أحمد علي عبد الله صالح بمناسبة رفع العقوبات، والثناء على دوره في تشجيع الشباب على مواصلة مشوارهم التعليمي وخدمة الوطن. نهنئ بكل بحث السفير أحمد علي عبد الله صالح ورفع العقوبات عنه، وهذا الرجل الذي نعمل عليه الآمال الكبيرة لعودته إلى الساحة السياسية في الوقت الذي يحتاج فيها اليمن المخلصين. انتماء وحرص على إحياء ثورات ألهبت حماس الجماهير اليمنية في الداخل أو في دول المهجر، واستحضرت البطولات والتضحيات التي قدمها الثوار الأحرار في سبيل الجمهورية والتحرر من الاستعمار والاستبداد ومخلفاتهما، وما حظي به المواطن اليمني بعد تحقيق الثورتين المجيدتين. تميزت فقرات الحفل بأغاني وطنية ورقصات شعبية وقصائد شعرية وعروض فنية بمشاركة الأطفال الذين شكلوا لوحة فنية كرنفالية بألوان العلم الجمهوري، لتشمل معالم الفرح كل مختلف الفئات العمرية التي عبرت عن روح الانتماء الوطني وربط الأجيال بتاريخها وتراثها وثقافاتها المتنوعة. ليست هذه الاحتفالات سوى لاستحضار نضالات اليمنيين ضد الاستبداد والاستعمار والصمود في وجه التحديات التي واجهها الوطن ولا زال في ظل وجود ميليشيات حوثية إرهابية تسعى لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وهو ما يدركه اليمنيون ويعملون صفا واحدا في مواجهة هذه الأحلام الظلامية حتى استعادة الجمهورية واستئناف مؤسسات الدولة لأنشطتها.